انت يا استاذ احمد منورنا وموجود هنا بناء على طلب المشاهدات الامارات اللي عايزين يعرفوا الفاشن والموضه لجوازاتهم ولاولادهم الصبيان الولاد. تمام. الاول الفاشن هو عباره عن تيست بتاع كل واحد في الدنيا. يحب اي انسان في الدنيا بيحب دايما يلبس مهما لو كان ايه، حتى لو هو حاجه سيمبل خالص، تي شيرت بيزك حتى. تمام، هيجي يلبسها بس هيشوفها تليق مع ايه، مع الجينز اللي هو لابسه، يبقى هو كده ابتدى يفكر. اوكي، معنى ان هو ابتدى يفكر ان هو برده عنده تيست. تمام، يبقى هنرجع التيست دوت اللي هو الفاشن. تمام، جزء من اجزاء الفاشن. فالفاشن ده حاجه عمرها ما هتبطل، واتيفر، حتى لو حاجه بيزك سيمبل جدا. ازاي الراجل يبقى شكله شيك كده وستايل زي الست كده؟ يعني قول لي كده. لا، بتبقى على حسب المكان اللي هو رايحه وحسب المناسبه اللي هو رايح لها. تمام، يعني مثلا لو هو رايح يسهر سهره بالليل مثلا، عشاء بتاع حاجه، ممكن يلبس جاكيت، بنطلون، جينز مثلا لو هو عاوز يلبس حاجه كاجوال، جينز، ممكن بانت عادي جدا، قماش على جاكيت، بقميص، بتاي، يبتدي يدي في يعمل تناسق في الالوان. تمام، الحاجات اللي هو لابسها. طيب كلمني عن اللاين بتاعك، بتعمل ايه للرجاله؟ انا عامل كذا لاين. تمام، عندي عامل حاجه لاين اسمه ديزاينز، اللي هو كله مني بيقوم على التفصيل. اي حد عاوز حاجه متفصله. تمام، يعني حد عاوز جاكيت، حد عاوز الديزاين بتاعه هو، الديزاين بتاعه هو. لو هو عاوزني انا اساعده في الديزاين، في الالوان، طريقه اللبس، هنلبس ايه على ايه، فكل دوت ده تحت اسم الديزاينز، او اللي هو التفصيل، او اللي هو الموديلات نفسها ابتدي انا اعملها. بس ده بيقوم بعمليه تفصيل. عندي لاين تاني. تمام، ده بيقوم بعمليه الحاجات الجاهزه اللي بنسميها الريدي تو وير. ريدي تو وير. ريدي تو وير. تمام، ده هو لاي حد عاوز يبيك على طول او ياخد على طول حاجه ياخدها وهيمشي. ده كاجوال ولا لا، بدل؟ ده كل ده تحت حته البدل. البدل. تمام، اوكي. وده لاين انا مسميه عندي اسمه هيريتج. تمام، هيريتج يعني جايه من هي التراث، واحنا مصريين معروفين من زمان جدا اللي هم الناس اساسا كانوا ملوك الموضه زمان. صح، وهم الفاوندرز كانوا بتوع الموضه زمان. صح. تمام، فعشان كده انا ابتديت قلت لا، طب احنا نستغل الحته ديت ونبتدي نحيي الحته دي عندنا في مصر، فسميت اللاين بتاعي هو هيريتج. هيريتج. تمام، باي طبعا اسمي ايه، حمدي. فده عملته في الريدي تو وير، وعملت لاين كمان مع جنبيه حاجه اسمها جينز. ده الكاجوال وير بقى، اللي هو البنطلون الجينز، القميص المقطع الكروب. قميص المقطع كروب زي اللي انا لابساه كده بالظبط كده. الجينز عادي، الشيرتس، التي شيرتس يعني، القمصان، وفي والجينز للولاد فيها بوش بقى، فيها مقطع دلوقتي، فيها دلوقتي مقطع. انا بشوف. طب الاطفال بقى، انت جونيورز ولا اطفال؟ انا ببتدي من سن سنه. ما تهزرش. دي انا ده للولاد. كاولاد. أوكي. تمام، بعمل لهم البدل بتاعتهم والسوت، كل حاجه. تمام، بتبقى شكلها حلو جدا. أوكي. وانا حابب ان انا احط فيهم شكل الراجل الكبير. دي اتس ماي ايدنتي بقى، وحركات وحاجات كده. بالظبط كده، اللي انا احط دي لهم شكل الراجل الكبير، اللي هو الابن اللي عنده سنه مع باباه هو شايله، نديله شكل نفس البدله، نفس السود. تمام، بتدي شكل حلو جدا. وده في مصر دلوقتي احمد بقى بيحصل كتير الحمد لله. كتير جدا جدا الفتره ديت، اولا انا من ساعه ما اشتغلت. تمام، لغايه دلوقتي بوم معايا، بومنج، عامل معايا بومنج عالي جدا. اصل بنشوف كمان دلوقتي بقى في براندز البنت ومامتها طول الوقت، وهي تلبس نفس السكيرت والدريسز والفستان، وهي تلبس الفستان. اوكي، انت بقيت بتعمل كده بقى بس للرجال. الرجاله والولاد بتاعتها، الاطفال. تمام، فده طبعا ده مديني، هو ده بدايه شهرتي كمان حتى. اللي انا بعمل الطفل اللي هو زي بابا، الطفل اللي هو بيلبس ستايل فاشن قوي، اللي هو مش موجود في الماركت في مصر. هو ده اللي شهرك. دي بدايه شهرتي جامد جدا، ان هو ايه ده بيعمل حاجه مختلفه مش موجوده في الماركت. طيب احمد، الخامات بقى بتجيبها منين؟ هنا ده سؤال صعب شويه. هي الخامات انا كلها بستوردها من بره. تمام، اللي انا بتعامل بخامات كلها انجليزي وايطالي، واتمنى ان انا اشتغل. طب وفي مصر ما فيش خالص خامات؟ اللي في خامات طبعا موجوده في مصر، بس مش مدياني كواليتي او الشكل الحلو بتاعت الخامات بتاعت بره. الناس بره حتى على مستوى العالم، حتى في يعني اي دوله من الدنيا، بيستخدموا الخامات الايطالي والانجليزي. ان شاء الله لو ايه يعني فرنسا تستخدم خامات ايطالي او انجليزي في حته البدل، امريكا تشتغل في نفس البدل برضو. فكله بيستخدم القماش الايطالي والانجليزي، وده طبعا ده التوب. فانا عشان انا عاوز اوصل لمرحله العالميه
واوصل اقدر اكمبيت وانافس الماركات العالميه ديت، مش عارف لازم تستعمل لازم الخامات بتاعتهم علشان تعرف توصل كده عندهم. اتمنى بالعكس ان انا يعمل ما نزلتش تدور كده في مصر في حتت فيها مشا بتاع مش عارفه ايه؟ مفيش خالص، في بس لا تتناسب مع الزبون اللي عاوز يلبس حاجه شيك وكلاسي. طيب انت بقى احنا هنبعد شويه عن الفاشن ديزاينر ونخش بقى على الفاشن بلوجر. تمام. فاشن بلوجر انت بتلبس ماركات معينه الناس بتدفع لك فلوس عشان تعلن عنها، ولا فاشن بلوجر انت بتعلن عن اللاين بتاعك، ولا بتعمل موديلنج، ولا يعني؟ تمام. أوكي. هو بس الاول هعرف يعني ايه فاشن بلوجر. هي كلمه بلوج، تمام، يعني مدونه، تمام. هو الشخص اللي بيكتب، تمام، عن الفاشن، وهو قصاد الكتابه ديت بيرمز يقول هو لبس ايه وعمل ايه وكل حاجه. هي كلمه دي البلوج ده على مستوى العالم يعني ايه كلمه بلوجر، تمام. هو الشخص اللي بيقوم بعمليه كتابه، تمام، اللبس اللي هو لبسه النهارده، تدوين لبس اللي هو لبسه النهارده ده من براند اكس، اللبس ده ترند دلوقتي على الموضه، فهو ده المفروض. هي فكرتها مش فكره كلها صور وخلاص، لا، هي بتبقى صور وكلام، بتبقى ويب سايتس. ده يعني ده البلوجرز على مستوى العالم، هم صح واقوياء جدا. يعني ايه بقى بيكتب الفاشن؟ يعني بيكتب مثلا، يعني دلوقتي يجي مثلا يقول مثلا عن براند وات ايفر سينيه، مش عاوز اذكر اي اسامي، شانيل، شانيل، ديور، ايف سان ليران، جوتشي. يبتدي يقول هو جوتشي مثلا لما ابتدى يعمل لبس هو انسباير، تمام، الكولكشن بتاعه من ايه؟ ما هو كل ماركه من ماركات العالم ديت بتيجي بتستوحي اللي حاجاتها مش كده، لا، مش عشوائي، مش عشوائي، لا. بيبقى في حاجه اسمها مود بورد، تمام، هو ابتدى يبص عليها، كلر بورد، طبعا فابريك بوردز، تمام، ابتدى ينقي ايه الحاجات اللي يشتغل بيها ويبتدي يعمل معاها كولكشن. فهو بيقول مثلا البلوجر ده بيقول انا لبست حاجه ديت من براند اكس او شانيل وده كذا 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 وده كان كذا كذا كذا، وهو استوحاه من الحته الفلانيه، وانا لما لبسته على الحاجه على الجينز مثلا بطريقتي. فهو طبعا كل بلوجر بيلبس على طريقته طبعا، تمام، غير الديزاينر اللي هو عمل الحاجه ديت هو عملها بالشكل ده مثلا توب وبانت. ايوه، انت بقى كاحمد انت بتعمل بلوجنج ازاي؟ يعني بتعمل لماركات تانية ولا بتعمل لللاين؟ في عندي ماركات بتيجي تطلب لي، في ماركات بتيجي بتقول لي انا عاوزينك نعمل معاك كولابريشن، تمام، ازدواجيه او اندماج مع بعض. بنقوم بعمليه اللي انا بعمل لهم ستايلنج بشكل مودرن، بشكل شيك، بشكل مختلف، وتتصور وتنزل الصوره بتاعتك، وانزل بالظبط عليهم الصور. اوكي، وبتتقاضى اجر على ده؟ وبتقاضى طبعا اجر على دوت، تمام. قصاد كده انا عامل حاجه مختلفه شويه حتى في البراند بتاعي، اللي انا الماركتنج بتاعي طريقه مختلفه. انا ما بجيبش مودلز، انت الموديل بتاعك، انت الموديل بتاعك، انا الموديل بتاعك دي. برافو، تمام. فانا يوم ما فكرت قلت انا عاوز افكر بره الصندوق شويه. طب ازاي افكر بره الصندوق؟ تمام، كل البراند على مستوى العالم بيجيب مودلز طبعا شكلك حلو جدا، طبعا جسم تحفه، بيلبسوهم اللبس بتاعهم. طب قلت طب انا هفكر اللي انا اشهر البراند بتاعي واشهر نفسي بشكل مختلف، اللي هو تتشهروا انتوا الاثنين مع بعض. بالظبط، صح كده؟ بالظبط كده. طيب انا يعني انا سمعت كده انه احمد حمدي قرر ان هو يعمل للستات. ان شاء الله انا شغال في الموضوع ده، بقوم بعمليه بديزاين بس كلها حاجات جاكيتس، كوتس، سوتس او بدل للستات. ده لسه حاجه جديده انا شغال فيها دلوقتي. دي هتنزل امتى؟ ربنا يسهل كده، مثلا على شهر 6 الجاي هبتدي اقوم بعمليه اللي هي الحاجات الشيك الكلاسي اللي ممكن تتلبس بالليل، مثلا الصبح كبزنس، فبتدي شكل برضه حلو قوي، هي مش موجوده كتير. خليني اقول انه انا وانا بذاكر يعني انت مين وكذا، عرفت ان انت درست الفاشن في ايطاليا، صح كده؟ في ايطاليا. طيب اكيد عندك خبره او اتنقل لك بعض من الخبره اكتسبتها وبتنفذها لارض الواقع. انت شايف بقى ان احنا في مصر الفاشن وصل لحد فين ونطوره ازاي؟ لان في ستات كتير قوي دلوقتي قاعدين قدامي الشغف بتاعهم الالوان الحلوه واللبس الحلو والشكل الحلو ده، احنا نوصله ازاي؟ تمام. هو الاول حاجه الفاشن هنا في مصر ابتدى يظهر بشكل قوي جدا، طبعا كل الكلام ده من خلال الميديا، من خلال الانستجرام، من خلال الفيسبوك، من خلال الانترنت، التواصل الاجتماعي والتلفزيونات والبرامج بتاعه الفاشن، تمام. وده حاجه حلوه جدا ان احنا
طالعين في تقدم عالي جدا وقربنا جامد قوي من بره، من يوروب. مبسوط قوي من كلامك حقيقي. قريبه جدا، احنا الحمد لله قربنا قوي من بره، وبنلبس تقريبا زي اليوروبيين قريب جدا، ودي حاجه بالعكس حاجه تشرفنا. يعني ناس كتير لما احنا بنسافر بره ما يفتكرناش ان احنا مصريين، صح، هم فاكرين لسه احنا في عصر حاجه شكل تاني، بيبقى حاطين لنا ايمج تانيه او شكل تاني. فطبعا ده دلوقتي احنا ماشيين بحل حاجه يعني بسرعه جامده جدا. احنا مش لسه ما وصلناش زيهم، بس احنا هنوصل وقريب كمان. يعني انت شايف ان احنا هنوصل جدا جدا، ان في كتير قوي من زي بالظبط ديزاينرز بيبتدوا فاشن بلوجرز يبتدوا يتكلموا عن الفاشن، يبتدوا يحطوا صور. ايوه انا في البرنامج ده كنت اول مره اعرف ان احنا عندنا فاشن بلوجرز في مصر اقويه قوي كده، وانترناشنال كمان فعلا. في عندنا ناس مصريين انترناشنال بيسافروا بره، بيروحوا بره، بيتعزموا بره في فاشن شوز طبعا يعني. فده حاجه وتشز، ده حاجه كويسه جدا هنا في مصر. فمعنى كده ان احنا هنوصل، بس لسه طبعا ان احنا لسه فريش ماركت، تمام، ماركت لسه جديد ما كانش موجود فيه من زمان. سوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي ابتدى يظهر بشكل قوي، فطبعا ده شكل حلو قوي. يعني اول ما ابتدينا نعمل فاشن شو ما كانش بنفس قوه دلوقتي. فمعنى كده واحده بالثانيه بالثالثه، لا احنا هنوصل وهنعرف نعمل زي نيويورك فاشن ويك، زي باريس فاشن ويك، لندن فاشن ويك، ميلان فاشن ويك. لا هنوصل،